بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم مع بعض في الفيديو ده عن الانهيرنس. طيب ايه هي الانهيرنس دي؟ طبعا مبدئيا هي حاجة مستخدمة كتير جدا جدا، ومن اهم المبادئ بتاعة الاوبجكت اورينتد زي الانكابسوليشن اللي اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات. الانهيرنس دي يعني معناها بالعربي الوراثة. طيب يعني ايه برضو الوراثة؟ يعني مثلا انا لو انا عندي اب، تمام، في حالة لو الأب ده اتوفى وعنده ابن واحد، حلو، يعني راجل محترم مات ومخلف ابن واحد، الأب ده كان بيمتلك مثلا بيت وسيارة وبيمتلك مثلا شركة وبيمتلك فلوس في البنك، فطبيعي إن الأب ده ملوش غير ابن واحد بس، وملوش أي قرايب تانيين ولا أي حد تاني، فكل ما يملك هذا الأب هيروح لابنه بالوراثة، تمام؟ كل ما يملكه بقى سواء فلوس، عقارات، شركات، كله هيروح لابن ده. دي كده معنى الوراثة في حياتنا الطبيعية. هي دي نفس الفكرة في البرمجة أو في الأوبجكت أورينتد بروجرامينج. عندنا حاجة اسمها بيرنت، اللي هو الأب طبعا، تمام، وعندنا حاجة اسمها الشايلد. المفروض شايلد دي معناها طفل، تمام، ولكن هنا مقصود بها الابن، يعني الاب والابن، تمام. طيب كل الفكرة ايه؟ انا بيكون عندي كلاس مثلا، وليكن عندي كلاس اسمه شيب، تمام، شيب ده يعني شكل، تمام، كلاس اسمه كده اسمه شيب. الكلاس ده كل الحكاية ان هو مثلا فيه برايفت، ماشي، وهنا فيه مثلا متغيرين انت لينس، المتغيرين اللي احنا على طول بناخدهم اللي هو الانت لينس والويدث، وعندنا متغيرين تانيين مثلا او دالة تانية اسمها مثلا نقول هنا بابليك. حلو، البابليك دي بقدر من خلالها ان انا اعمل ست لللينس، طبعا مش لازم اكملها للاخر، انت عارفها دلوقتي، وست للويدث. حلو، لحد دلوقتي عادي جدا. ولكن الجديد بقى، نفترض انا الداله دي بس هو ده كل، او الكلاس ده هو ده كل اللي عملته، عملت كلاس اسمه شيب، وهنا بقى بدل ما المتغيرات دي برايفت هخليها حاجه اسمها بروتكت. طيب لو تفتكر في البدايه خالص انا كنت قلت لك الاكسس موديفاير عندنا ثلاث انواع، برايفت وبابليك، وعرفنا ان البرايفت والبابليك دول حاجه خاصه وحاجه عامه. طب البروتكت ساعتها انا كنت قلت لك دي حاجه ميكس كده، تمام، البروتكت دي معناها محمي. طيب محمي بس اقدر اوصل له، يعني ايه؟ لو انا مثلا عندي المتغيرات دي اللي هو اللينس والويتس بروتكتد، ما اقدرش اوصل لها من اي كلاس خارجي غير كلاس يكون وارث من الكلاس ده. تاني ركز في الجمله دي معايا كده، ما اقدرش اوصل للمتغير ده اللي هو اللينس والويتس من اي كلاس خارجي الا اذا كان وارث من الكلاس ده. طيب يعني ايه كلاس يورث من كلاس؟ عندي مثلا زي ما انا قلت كلاس اسمه شيب، حلو، طيب جيت انا بعد شويه عملت كلاس تاني ملوش دعوه بالاولاني اسمه مثلا ريك، اللي هو اختصار لكلمه ريكتانجل يعني، حلو، ودي بدايته ودي نهايته. طيب كلاس بتاع الريكتانجل ده فيه طول وعرض وفيه اللي هو الست لينس، عاوز يعني معنى صح الكلاس ده فيه نفس الوظائف دي، فانا ممكن اعمل حركه كويسه جدا، ممكن نفصل ده كده عن الموضوع بتاعنا. بعمل كده بعد اسم الكلاس نقطتين واكتب هنا اسم الكلاس اللي انا عاوز اورث منه، اهو شيب مثلا، فاصبح كده عندي كلاس ريكتانجولر بيرث من شيب، فاصبح عندي ده كده الاب اللي هو الشيب واللي بيرث منه اللي هو ريكتانجل اللي هو الابن. طيب يعني ايه يرث منه اصلا؟ يعني كل الحاجات اللي جواه دي بقت بتاعته. يعني ايه بقت بتاعته؟ يعني كل المتغيرات وكل الدوال اللي جوه الشيب بقت جوه الريكتانجولر، تمام، او جوه الريك ده، فاقدر اوصل لها في اي وقت. فاقدر هنا اجي اعمل مثلا بابليك مثلا ميثود نسميها جيت اريا، حلو، ميثود بترجع لي الجيت اريا، هقول له ايه؟ ريتيرن اللين فيه الويتس. الله، طب ازاي؟ طب هل انا عرفت، هل هنا في الكلاس ده في عندي حاجه اسمها اللين وحاجه اسمها، او حاجه اسمها اللينس وفي حاجه اسمها الويتس؟ لا،
طيب هو هيقبلهم مني. طب هيقبلهم مني ازاي؟ لان انا هنا لو تفتكر في الكلاس اللي هو بتاع الاب اللي هو الشيب عرفت مره وعرفتهم كبروتكتد، فاي كلاس هيرث الكلاس ده هيقدر ياخد المتغيرات دي زي ما هي ويقدر ياخد الدوال دي، تمام؟ فلما انا اكتب متغير هنا بيقراه عادي جدا كاني جوه الكلاس ده، ليه؟ لاني ورثت منه، تمام؟ طبعا الموضوع ده مهم جدا 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 واستخداماته كتيره جدا ومتعدده. طبعا مفيش اي برنامج كبير بيخلو من الوراثه، وطبعا لسه حاجه كمان اسمها المالتي انهيرنس، يعني الوراثه المتعدده، هناخدها بعدين. ولكن دلوقتي باختصار شديد مفهوم الوراثه ان انا عندي بقدر اورث كلاس لكلاس تاني. الكلاس اللي انا بورث منه، تمام، بيكون اسمه اب او بيز كلاس. حلو، بيز يعني الاساس. الكلاس اللي انا بورثه اللي هو الابن، يعني مثلا هنا عندنا الشيب ده الكلاس الاساسي، الريكتانجولار ورثه، تمام، يعني خد ورثه، يعني خد كل اللي فيه، خد كل فلوسه، خد كل حاجته، دي معنى كلمه وراثه. حلو، فانا عندي الكلاس الاساسي اسمه اب، وبنرمز له عندنا في لغه البرمجه باسم بيز كلاس، كلاس اساسي. الكلاس الابن عندنا زي ما قلنا يا اما بقول عليه شايلد كلاس او بقول عليه درايفد كلاس، تمام، المقصود بيه برضو الكلاس اللي هو الوارث. فكده احنا فهمنا الكلام ده كله. طيب نيجي نطبقه عملي مع بعض، ولو انت الصوره ما وضحتش بشكل كامل استنى معايا لاخر الفيديو وهتفهم الكلام ده كله ان شاء الله. طبعا انا عاوز بس الاول نمسح الكلاسات اللي احنا كنا عاملينها دي كلها، ملهاش اي لازمة دلوقتي. نعمل ده كله ديليت ديليت، وبرضو نمسحه من هنا نفس الكلام. طبعا دي الكلاسات دي بتاعت الامثلة القديمة بتاعتنا، تهيألي كده ما عادش في حاجة. هو هنا طبعا الريك ده هو هنا جايب لي تحت ايرور لان هو بيقول لي مش لاقي الريك دوت اتش. حلو، طبعا برضو هنمسح نفس الكلام ده عشان ما يضربش معايا ايرور. هرن البرنامج بتاعي كده، البرنامج بتاعي رن تمام. هو اي نعم مفيش حاجه بس انا كنت عاوز اتاكد. طيب ننشئ كلاس جديد عندنا بنفس اللي احنا عملناه ده. ننشئ كلاس هنسميه شيب، حلو، اللي هو الشكل يعني. انشا لي ليه اتنين. هنا بيقول لي هل لي بيس كلاس ولا لا، يعني الحته دي اللي انا قلتها لك قبل كده كذا مره هشرحها لك بعدين. يعني بيقول لي هل الكلاس اللي انت هتنشئه ده ليه كلاس اب هيورث منه ولا لا؟ لو ليه اكتب لي اسمه هنا. طيب لو ليه نوع الوراثه ايه، بابليك ولا برايفت ولا بروتكتد، على حسب نوع الوراثه. لو جيت عملت كده ودوست اوكي فهيطلع لي ايرور بيقول له ان انيبل تو فايند كود المنتد، اللي هو الكلمه اللي انا كاتبها دي معناها ايه. بيقول لي يا عم الكلاس اللي انت كتبته ده انا مش فاهم هو ايه اصلا، لان هو ما فيش كلاس بالاسم ده. فانا بنقي كلاس من الكلاسات الموجوده عندي دي واقول له ان الشيب ده بيرث الكلاس ده، تمام. طيب انشا لي كلاس بسيط جدا جدا اسمه شيب. كل الحكايه هنيجي بقى هنا هنعمل ايه، بروتكتد، تمام. بروتكتد دي زي ما قلت معناها محمي الوصول ليه، يعني لو انا عملت كلاس تاني ما اقدرش اوصل للمتغيرات اللي هي موجوده هنا بشكل مباشر، الا اذا عملت كلاس يرث من الشيب ده، ساعتها اقدر اوصل للمتغيرات دي. طيب عشان ما نقعدش نتكلم كتير نجرب افضل ونشوف. نرمز للطول عندنا بال، نخليها ال كابيتال مثلا، ونرمز للعرض عندنا بويتس مثلا، تمام. هنيجي هنا نعمل ده الافويد، هنقول له ست ال اللي هو ست اللينس بتاعي، تكرار للي احنا عملناه قبل كده كذا مره، بس هنشوف بقى المره دي موضوع الوراثه بتاعتنا هيكون شكله عامل ازاي. وهنا طبعا الويتس، طبعا هو هنا اهو هننشئ الملفين دول او الدالتين دول، اسف. مش هنعمل بقى الداله اللي هي بتاعت الجت، انا عملت الكلاس ده كل وظيفته في الحياه ان انا قلت له من فضلك عرفت فيه متغيرين من نوع بروتكتد، تمام، وعملت دالتين ان انا بست القيمه بتاعت اللينس والكلام ده كله. طيب هنيجي هنا هنلاقي الداله اللي هي بتاعت الست لينس، هقول له ايه اللينس الاساسي اللي موجود عندي بيساوي اللينس اللي جاي لي، وهنا الويتس الاساسي اللي موجود عندي بيساوي الويتس اللي جاي لي. لحد هنا ما عملناش اي حاجه جديده والكونستراكتور بتاعنا فاضي. طيب نعمل بقى كلاس تاني عشان نطبق المفهوم بتاعنا. الكلاس التاني مثلا هيكون اسمه سكوير،
سكوير مثلا اللي هي المربع، تمام، او مستطيل، اي حاجه مش فارقه معانا. المهم هو هنا بيقول لي هل لي بيس كلاس؟ هقول له اه لي بيس كلاس. نجرب بقى كده، ممكن اعمل الوراثه يدوي بشكل يدوي، وممكن نعمل البرنامج هو هنا يعملها بشكل اوتوماتيك. هنشوف دلوقتي لما يعملها بشكل اوتوماتيك ايه اللي هيحصل. بيقول لي نوع الوصول ايه، هل هو بابليك برايفت بروتكتد؟ هقول له بروتكتد. ندوس على انشاء، نلاحظ كده انشأ لي كلاس تاني اسمه سكوير، ولكن عمل لي نقطتين كده اهو، هنحطها على سطر واحد عشان يبان، عمل لي نقطتين وكتب لي بروتكتد شيب. طب يعني ايه بروتكتد شيب دي؟ يعني كده الجمله دي كده معناها ان هو بيرث من الشيب نوع الكلاس بتاع الشيب ده بروتكت. طب لو انا مثلا لو انا عاوز بابليك، هكتب هنا بابليك، بكتب النوع واقول له من فضلك. طيب المفروض الكلاس ده اللي هو السكوير ده الابن، يعني مربع، شيب دي يعني الشكل، هي دي الاب اللي بيورث لمين؟ السكوير بيورث له، يعني يعني كل الحاجات اللي موجوده جوه ده، تمام، اقدر اشوفها جوه السكوير. طيب حلو قوي قوي. طب عاوزين نتاكد من الكلام ده، هنعمل داله بسيطه جدا فلوت اسمها جيت مثلا اري او جيت المحيط ايا يكن، مش فارقه معانا دلوقتي. تمام، نيجي هنا في السكوير دوت سي بي بي، طبعا هنكريت الداله اللي هي بتاعت جيت اريا دي زي ما احنا شايفين. هنيجي هنا، طيب هنقول له ريترن لي ايه بقى؟ ريترن لي ال ال في الدبليو. ايه ده؟ ركز معايا كده في اللي حصل، قلت له ريترن لي ال ال في الدبليو. طيب هل الكلاس اللي اسمه سكوير في حاجه اسمها ال او في حاجه اسمها دبليو؟ لا. طيب هو جابهم منين؟ جابهم من الكلاس اللي اسمه شيب، يعني لو انا شلت الجزء ده كده خدته خط كده، اسف، ماشي ماشي، خدت الجزء ده كده خط، حلو، وعملت سيف. نيجي هنا ضرب لي ايرور، بيقول لي ان دول اندفايند يعني مش معرفين، لكن لما اجي ارجع الوراثه تاني بقول له ان انا هات لي كل المتغيرات وكل الدوال اللي في الكلاس بتاع الشيب ده، وخلي الكلاس اللي اسمه سكوير ده يقراه، هي دي كده الوراثه. حلو، فانا جيت هنا قلت له ريترن لي ال ال وال دبليو، موضوع بسيط جدا. طيب نفترض مثلا في الكلاس اللي هو الاب او البيرنت، نفترض مثلا ان البروتكت دي كانت برايفت، هل هيقرا ال، نيجي هنا تاني هيقراه؟ لا. ليه؟ لان البرايفت لازم بيفضل جوه الكلاس، ما حدش تاني يشوفه حتى لو كان وارث منه. يعني مثلا انا راجل وخلاص قربت اموت، فرحت جاي مثلا في جزء من الفلوس بتاعتي، قلت الفلوس دي الجمعيه خيريه، ما حدش يقدر يقرب لها حتى ابني الوريث بتاعي. هو ده معنى البرايفت، ما حدش يقدر يقرب لها حتى اللي بيورثه، لكن البابليك اي حد بشكل عام يقدر يقرب لها. يعني انا راجل بموت، قلت الفلوس بتاعتي دي سايبها للناس كلها، اي حد يجي ياخدها، يا اما بسيبها بروتكتد. بروتكتد دي طبعا هي افضل نوع، اللي وارث مني هو اللي ياخد الصفات بتاعتي. تمام، زي ما احنا شايفين الموضوع تافه جدا جدا جدا. لو جيت مثلا هنا اهو هقول له مثلا هاش انكلود، نقول له مثلا اسم الكلاس بتاعنا اللي هو سكوير، ملناش دعوه دلوقتي بالشيب، حلو، اه دوت اتش. هنيجي هنا نقول له سكوير، هناخد متغير منه او اوبجكت منه اسمه اس، اهو الموضوع بسيط جدا جدا. هنقول له اس دوت ايه بقى؟ بص ركز معايا، دوت ست ال، يعني ممكن احط قيمه الطول من هنا مثلا 5. طب ازاي؟ طب هل الست سكوير دي فيها ما فيهاش غير داله واحده اسمها جيت اريا؟ طب هو جاب لي منين ال الست ال دي؟ جابها لي من الكلاس اللي هو وارث منه. اه احنا عندنا داله اسمها ست ال، وعندنا داله ثانيه اسمها ست ويتس مثلا 6 اهو. بعد كده هنقول له اس دوت جيت اري، حلو، هظهرها له فيه ايه؟ في سي اوت، اقول له هنا اند لاين، ونسيف كده ونشوف يا ترى هيطلع لي الناتج صح ولا لا. هو طلع لي ايرور طبعا، برضو نفس الكلام بيقول لي ان انت في الفايل ده نسيت تستخدم الاس تي دي، فاخدها كوبي من هنا. دي طبعا كلها يعني حاجات بسيطه وتفهم، فيهاش اي مشكله، ماشي.
ندوس كنترول F5 الأول عشان نجرب نرن مرة تانية. برضو بيقول لي ايرور تاني، شوف ايه الايرور التاني ده. طيب هو هنا الايرور كان برضو باختصار ان هو في الكلاس ده كنت انا عامل الانكلود اس تي دي تحت هنا، فهو بيقول لي اعملها لي اول واحدة لان دي المفروض اول كلاس عندي بيقرا منه الحاجات اللي هو عايزها. طيب المهم نرجع لموضوعنا تاني ونرن مع بعض كده نشوف يا ترى ايه اللي هيحصل. فعلا طلع لي 30 اللي هو ناتج 5 في 6. طب مثلا لو قلنا له 5 في 10 وعملنا كنترول اف 5 قال لي ال 5 في 10 ب 50. حلو قوي قوي. طيب يبقى احنا كده باختصار، طبعا احنا كل مره بننفذ نفس المثال اللي هو بنحط الطول والعرض ونطبعهم، ولكن بنقول مفهوم مختلف عشان نيجي في الاخر باذن الله ونطبق المفاهيم دي كلها على مثال واحد موحد يكون كبير شويه. طيب المهم انا تاني نراجع بسرعه كده. الوراثه كلاس اب او اب يرث منه ابن. عندنا الكلاس الاب اللي هو الشيب، تمام، اللي هو اللي احنا كنا عاملين الشيب دوت اتش ده، عملت فيه حاجه اسمها بروتكتد. والبروتكتد دي زي ما قلنا نوع اكسس موديفاير، يعني طريقه وصول زي البابليك وزي البرايفت، واللي بيوصل لها زي ما قلنا اللي هو اللي وارث منها. عندنا الطول وعندنا العرض وعندنا دالتين اسمهم ست لينس وست ويدث، والدالتين دول زي ما احنا عارفين خلاص المفروض ان هم موجودين في الشيب. عملنا كلاس تاني اسمه سكوير، ما عملناش فيه اي متغيرات، ورثناه او ورثنا من الكلاس بتاع الشيب ده، يعني كلاس السكوير ده ورث، يعني ده الاب اهو اللي على اليمين الاب واللي على الشمال الاب، تمام، ده اللي وارث منه وده الشخص اللي بيورث. حلو، اللي هو بيورث صفات يعني. عملنا دالة بسيطة جدا اسمها جيت اريا. لو جينا نشوفها هنا الاريا بتضرب لي او بتريترن لي الطول في العرض. طب انا الطول في العرض هم اصلا مش موجودين عندي بس اراهم ليه؟ عشان هم هنا موجودين في الكلاس اللي انا ورثت منه، يعني لما اجي استخدم الشركة بتاعت والدي فخلاص هي كأنها بقت شركتي او هي فعليا بقت شركتي. يعني من الاخر كده اي حاجة موجودة هنا في الكلاس الاب الابن ده يقدر يستخدمها ويقدر يعدل فيها ويقدر يعمل اللي هو عاوزها كانها بتاعته بالظبط او هي فعليا بتكون بتاعته بالظبط. لما جينا هنا في المين حاولنا ان احنا نقول له اس، خدنا اوبجكت من الكلاس اللي اسمه سكوير وقلنا له اس دوت ست لينس. هو اصلا عندنا سكوير ده ما فيهوش داله اسمها ست لينس، بس عشان انا ورثت من هنا، يعني مثلا لو جيت الجزئيه دي كده عملتها كومنت تمام وجيت هنا مثلا نسيف تاني هلاقي طبعا ضرب، فبيقول لي ان الكلاس سكوير هاز نو ممبر ست لينس. يعني بيقول لي الكلاس ده ما فيهوش اي حاجه اسمها ست لينس ولا في حاجه اسمها ست ويدث، تمام، عشان انا شلت الوراثه. لكن لما برجع الوراثه تاني كده اهو نرجع تاني اراها تمام مظبوط. قال لي اه ان الكلاس السكوير ده فيه الداله دي ليه؟ لان هو اللي بيحصل بالظبط في خلف الكواليس، بمجرد ما بياخد لي نسخة من الاوبجكت اللي اسمه اس ده او اللي هو سكوير ده، بياخد لي نسخة من الكلاس بتاعي ده، في نفس اللحظة هو عرف ان الكلاس السكوير ده وارث من كلاس تاني اسمه الشيب، بيبدأ ياخد كل صفاته وكل دواله وكل سلطاته وكل حاجته ويحطها للمتغير ده، فأصبح السكوير ده. يعني مثلا مثال تاني، لو انا مثلا خدت الشيب هنا، خدت مثلا متغير بسيط مثلا اللي هو اس اتش، حلو، لو جيت هنا قلت له اس اتش دوت ست اهو نفس الداله نفس الداله، او قلت له مثلا خليها لي بست، حلو، وجيت هنا قلت له اس اتش دوت ست ويدث، يعني خليه لي العرض مثلا بواحد، حلو. طيب وجيت في يعني انا مثلا ده كلاس الاب، قلت له الاب قال لي خليهولي بسته والابن قال لي وخليهولي بواحد، والابن هنا قال لي خليهولي بخمسه وخليهولي بعشره. طيب يا ترى ننفذ كده ونشوف هو هياخد انهي قيم. طبعا هو هنا خد القيمه اللي هي بتاعت الابن اللي هي بتاعت خمسه في عشره. ليه؟ لان انا قلت له اطبع لي من فضلك الداله اللي موجوده في الكلاس بتاع هنا الاس اللي هو السكوير ده. يعني انا هنا عشان نفهم تاني قلت له خدت اوبجكت من كلاس اسمه سكوير، قلت له ست لينس بخمسه وب 10، بس جيت هنا في الطباعه قلت له اطبع لي بتاعت الست لينس والست ويدث، عشان كده هو خد لي القيم بتاعتها. ولكن انا ممكن اغير قيمه المتغير برضو عن طريق الكلاس اللي اسمه الشيب. حلو، يعني هنا مثلا لو جيت اقول له شيب دوت او اس اتش دوت، عندي هنا ست لينس ست ويدث، عندي هنا الاستراكتور ممكن اعمل فيه اللي انا عاوزه. فاعتقد كده
مفهوم، ده يعتبر طبعا مش كل حاجة في الوراثة، ده مبدأ الوراثة أو البداية، إن بسرعة كده إن كل كلاس بيورث صفاته ليه كلاس تاني يسمى بيرنت تشايلد أو بيز درايفد، تمام، اللي هو الأب والابن أو البيرنت تشايلد كلهم بيؤدوا لنفس المفهوم. بكتب كلاس فيه شوية حاجات خواص، فيه شوية دوال، بكتب كلاس تاني وبعمل نقطتين فوق بعض واسم الكلاس البيز أو الأب بتاعي، اوتوماتيك كل حاجة موجودة في الكلاس ده بتروح للكلاس ده، اقدر استخدمها براحتي. لما اجي هنا مثلا في المين عندي واقول له اسم الكلاس الرئيسي، تاني بعمل بعيد وزيد في الكلام عشان يوضح ويفهم، اسم الكلاس الرئيسي بتاعي دوت، استخدم اي حاجة بقى من الكلاس الاب بتاعي. طيب حلو قوي. هل حد يقول لي طب الكلام ده، وتيجي تقول لي الكلام ده ايه الهبل ده، طب انا هستفيد بالكلام الفارغ ده؟ هقول لك لما نعمل وراثة متعددة ولما نعمل مثال كبير وفي كود طويل وفي لف ودوران هتعرف ساعتها قيمة أو فايدة الوراثة. المهم احنا طلعنا من الفيديو ده بمفهوم الوراثة وتطبيقها ومفهوم البروتكتد، خد بالك ده مهم جدا جدا جدا، البابليك البرايفت البروتكتد، دول الثلاث أنواع الأكسس موديفاير بتوعنا، لازم تفرق بينهم وتعرف امتى تستخدم بابليك وامتى تستخدم برايفت وامتى تستخدم بروتكتد. وإن شاء الله في الدرس اللي جاي هنشرح مع بعض الوراثة المتعددة.